الإله الواحد أمين. القيامة هي عصب ومركز الإيمان المسيح، إن المسيح مات ولكن غلب الموت بالقيامة. الكنيسة زي ما كنت بقول الأسبوع اللي فات، إنه الكنيسة تحط لنا القيامة قدام عينينا على المستوى اليومي، في صلاة باكر تفكرنا بالقيامة، على المستوى الأسبوعي كل يوم حد هو تذكار للقيامة وله طقس خاص، كل شهر يوم 29 من الشهر القبطي، كل 29 من الشهر القبطي هو تذكار البشارة والميلاد والقيامة. على مستوى السنة ففيه احتفالنا بعيد القيامة، وخمسين يوم يعني هم حتى الوحيدين اللي على مستوى السنة اللي يكسروا صوم الأربعاء والجمعة، لأن احنا في فترة الفرح، لأن القيامة هي احتفالنا بالمسيح القائم. اللي يقول عنه بولس الرسول كلمة عجيبة قوي، يقول إنه أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات. إيه حكاية أقمنا معه دي؟ أكيد تعبير مجازي، يعني ما تتفسرش غير كده مجازيا. يعني بولس بيكتب فبالغ فتفاعل في الكلام، فقال إنه أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات. هل نقدر نقول إن لغة الإنجيل هي لغة تحمل المبالغة؟ الحقيقة لا، ما أعتقدش أبدا في داود. إنما إزاي أقمنا معه؟ الحقيقة هو فعلا أقمنا معه. إحنا فعلا إن كنتم قد قمتم مع المسيح، وخلي بالكم قمتم دي فعل ماضي، فعل ماضي، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فالكلام مش مجازي. اما طب ازاي ده يحصل؟ الحقيقه ان احنا بنتوحد بالمسيح، بنتحد بالمسيح. في ايه هنا عجيبه شويه في الانجيل اللي اتقرا علينا من يوحنا الاصحاح السادس، ولا يستطيع احد ان ياتي الي ان لم يجتذبه الاب الذي ارسلني. حدش يقدر يعرف ربنا الا اذا كان ربنا يجتذبه. طب وليه مش كل الناس عارف ربنا؟ هل ربنا بيختار ناس وناس لا؟ الحقيقة الإجابة نلاقيها قبلها، يقول هذه مشيئة الله أرسل أن كل من يرى الابن ويؤمن به لا يرى الموت بل يأتي إلى الحياة الأبدية. كل المشيئة إيه؟ كل. لكن ليه مش الكل بيكتذب؟ لأنه مش الكل عايز، لأنه مش الكل عايز. لكن في الآخر فيه جاذبية حقيقية حقيقية، مش مبالغة، مش ده مش شعر ومجاز وتصوير، لا ده كلام حقيقي، إنه إحنا بنكتذب ونتحد بالله من خلال الروح القدس، خلال المعمودية. كلام بجد، مش كلام مبالغة. يعني ازاي انظر لكلمه اقمنا معه وان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق؟ ده مش كلام مبالغه، ده كلام حقيقي. كل ما انا ابقى انسان حي بالروح، احيا بروح الله، كل ما افهم دوت. ديت مش حكايه يا انا في المسيح يا برا المسيح، لكن الحكايه ان انا كل يوم بنمو الربطه ديت، كل يوم بتتثبت. إذا عايزين نفهم ديت نفهمها قوي من رسالة أفسس، الجزء اللي اتقرأ علينا النهاردة، الفصل بتاع البولس من رسالة أفسس. رسالة أفسس رسالة من الرسائل الجميلة واللي محورها الكنيسة. الرسالة يعني أكتر رسالة اتكلمت عن الكنيسة، مش بالمفهوم المبنى لكن بمفهوم جسد المسيح. فبيقول إن أنتم لستم غرباء ونزلا، يعني ما انتوش غرباء ونزلاء، ما انتوش ضيوف، لستم غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. الناس القديسين دول انتم بقيتم كل واحد يؤمن بالابن، كل واحد يحل فيه الروح القدس من خلال المعمودية، فدوت بيصير مش ضيف، ده بيصير عضو في الايه؟
عضو في الجسد. فيقول بلستم إذن بعد غرباء ولا نزلا أو دخلاء، بل أنتم رعية مع القديسين وأهل بيت الله، إذ قد ثبتتم مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. في أساس هو المسيح، وعلى الأساس دوت الرسل كرزوا. والموضوع كرازة الرسل ما كانش مجرد ناس تبنوا فكر بتاع أحد المفكرين وكراحوا ينادوا للناس أنهم يقتنعوا بهذا الفكر، لكن ده ناس غلابة بسطة صيادين وناس لهم يعني ما كانوش معاهم PhDs يعني في أي حاجة، كان ناس بسطة ولكن معاهم روح ربنا. روح ربنا اداهم الكلمة اللي يتكلموا بيها، روح ربنا اداهم التأثير، ودى للسامعين انهم يتنخسوا في قلوبهم فبقوا يقبلوا الكلمة. الروح القدس اداهم انهم يكتبوا، وصار هذا هو الانجيل او الكتاب المقدس اللي احنا النهاردة بنقراه ونؤمن بانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن المسيحية مش مجرد فكر جنب أفكار لمعتقدات أخرى، ولكن المسيحية عمل لروح الله عشان الإنسان يقبل ويعرف ويدخل لأسرار. بس شرطها كلما الإنسان يلتصق بالعالم، كلما يمشي في سكة الخطية، كل ما روح ربنا صوته يوطى، كل ما روح ربنا يطفي في الإنسان. عشان كده بولس الرسول يحذر تحذير كبير، يقول إيه؟ يقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم اليوم الفداء. فإذا في واحد عايز روح ربنا يقوده فيعرف ويحب ربنا ويحس بيه، ليه واحد في واحد حاسس بربنا قوي واحد مش حاسس؟ المسألة انه في واحد عايز وبيطلب، وده يخلينا حكاية نطلب ديت يدينا مفهوم مختلف للصلاة. في مفهوم للصلاة ان انا بقدم لربنا صلواتي وبحس ان انا هو ملوش عندي حاجة. يعني عارفين لما واحد مثلا يجاملك فتروح انت ردد المجاملة باكتر منها، وجاب لك هدية كبيرة تروح انت جاب له هدية باكبر، تقول عشان انا محبش حد يقبله عليا جميل، بالعربي كده محدش يبقى كاسر عيني. انا في واحد بيصلي بالمفهوم ده، انا بقدم لربنا وبطلع على شهور وباجي الكنيسه فبالمفهوم دوت كانوا اديت لربنا وربنا مش عندي حاجه مش مضايقني. والانسان ده ما ياخدش ابدا، لانه لو واحد مدرك قيمه عطيه الخلاص وانه يصير من اهل بيت الله مش ممكن يفكر بالطريقه ديت. ولكن الإنسان إحنا نبص للصلاة من مفهوم تاني، إن أنا عايز أخد من ده. إحنا مصدقين ولا مصدقين؟ مصدقين في الكلام ده؟ مصدقين إحنا قمنا مع المسيح وإن كنتم قد قمتم فاطلبوا ما فوق؟ إذا مش مصدقين ده طب سمعناه ليه وقاعدين ليه؟ أنا مش بقول لكم يعني الكلام ده، بس أنا بقول لنفسي لازم نكون مدركين إنه حياة مع ربنا أسرار، والأسرار روح ربنا هو اللي يدخلنا لأعماقها، هو اللي يخلينا مش نفهمها بعقولنا ولكن نحسها ونفهمها ونعيشها. بس عايز ان الانسان يكون عايز يعيش مقدس ويطلب ويصرخ لربنا يقول له رب نفسي ادوق. القديسين دول كلهم داقوا وبقوا قديسين واحنا معاهم، انتوا احنا مش غرباء عنهم، احنا لسنا غرباء ولسنا نزلاء ولكننا رعية مع القديسين واهل بيت الله. وبعدين يكمل يقول ايه؟ مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، وبه يتركب البنيان كله معا فينمو هيكلا مقدسا للرب. ينمو، طب ينمو ازاي؟ ينمو على مستويين، أعتقد كلمة ينمو دي أفهمها بمستويين. ينمو بمفهوم أنه كل يوم ينضم أعضاء، الأعضاء دول يا إما ناس ما كانوش يعرفوا المسيح أو ناس كانوا بعاد ومقطوعين ومفصولين عن الجسد وفي الخطية ورجعوا. وأنا مدعو ما يمكن أكون موجود في الكنيسة ولكن عدم المحبة اللي في قلبي هي هي، الأفكار الوحشة اللي في قلبي هي هي، العلاقات الوحشة اللي أنا محتفظ بيها هي هي، يبقى أنا مفصول عن الجسد. طيب نعمل إيه؟ تعال الجسد عشان الجسد ينمو. والمستوى الثاني للنمو نموي الشخصي، نموي في المسيح،
نموي في المسيح. الإنسان اللي بيعيش في المحبة يتثبت في الجسد. المحبة عدم المحبة تكسر على طول الجسد. بولس الرسول في كورنثوس مرة قال إيه؟ إذا كان بينكم انشقاقات ألستم جسديين؟ مش ممكن تكونوا روحيين؟ الروح يوحد، الروح يوحد. إذا بينكم انشقاقات تبقوا جسديين على طول. الإنسان الروحي إنسان إيه؟ الإنسان يتحد بجسد المسيح، وبالتالي بيقرب من الأعضاء. الفكرة المشهورة بتاعة الدايرة، لو إحنا واقفين على محيط دايرة، كل ما نقرب من المركز كل ما المسافة بيننا إيه؟ تقل. لما نبقى عند المركز بالضبط يبقى في مسافة بيننا صفر. هي كده، المسيح هو المركز، كل ما نقرب منه كل ما نقرب من بعض بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسل، زي ما نقول في تسبيحة باك الذين إيه ألفهم الروح القدس مثل قيصار، دول إيه وحدهم. فده الفكرة. قصة لطيفة قريتها، أنا مش شاطر في نتذكر تفاصيل قصص، يعني غالبا في كوريا أو حاجة زي كده، وحصل إنه في بنت أصيبت إصابة معينة، طفلة صغيرة خالص، وكانوا البيت ده كانت في بيت زي بتاع ملجأ للأطفال الأيتام أو كده. فجت لها فنزفت كتير، فطلبوا ان هم يدوها دم، فابتدوا يطلبوا من الاطفال انه مين عنده استعداد يتبرع بالدم. فولد قال انا، فراح اتبرع بالدم، وبعدين ابتدى يبكي يعيط بشده. خدوا منه الكميه الدم اللي خدوها وهو عمال يعيط، هو شالوا واكتفهم وفضل يعيط بشده جدا. قال لهم انت بتعيط ليه؟ فقال لهم انتوا هتاخدوا دمي كله؟ قال لهم انتوا هتاخدوا دمي كله؟ قالوا لا احنا بناخد شويه بس. قال لهم مش هتاخدوا دمي كله؟ قالوا له لا مش هناخد دمك كله. قال لهم انا كنت فاكر ان انا هتاخدوا دمي كله. قالوا انت متوجع بتعيط عشان متوجع؟ قال لهم لا، انا كنت فاكر ان انا هموت، كنت فاكر ان انتوا هتاخدوا كل دمي وهتدوه للبنت ديت. قال له طب انت ما اعترضتش ليه؟ قال لهم اصلها اختي. ايمان طفل، يعني هو كان قدم دراعه عشان ياخدوا منه دمه، هو فاكر انه هياخدوا دمه كله وهيموت، بيعيط لكن اخته. متخيلين الاحساس؟ مستوى احنا بنكبر في السن ولكن مش بنكبر في الايه، مش بنكبر في ديت. انا بقول عن نفسي برضو، انا مش بكبر، نكبر وابقى كاهن وابقى، لكن مش بكبر على المستوى ده. ابص القصه زي دي كسف من نفسي. انما ازاي ناخد من ده؟ ربنا اللي يدينا، نطلب، صلوا واطلبوا. ما احنا جايين ليه؟ كنا في اسبوع الالام صبح وليل، صلوا واطلبوا من اجل كل حاجه، لان احنا عايزين ناخد. وفي عطيه حقيقيه، يعني روح ربنا دوت يعطي بجد مش كلام. ان كنتم قد كنتم مع المسيح ده بجد مش كلام، اطلبوا بفوق، بقيتم موردين من فوق وجايين من فوق. وزي ما بقول الحكايه ديت مش يا صفر يا واحد، مش يا ابيض يا اسود، دي سكه طويله. وممكن اكون في وقت رجعت لورا، يلا اطلع لقدام، يلا افتكر. في ناس تقول فين ايام زمان، كنت خادم في الكنيسه، كنت مشماس وكنت بحب ربنا، الدنيا خدتني، يلا نرجع واسيبها تاخدني. وهتاخدني على فين؟ هتاخدني على نهايه مؤسفه. لكن احنا اولاد ربنا، احنا فينا روح الله، ولا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. وان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد ستحيون. اذا كنتم تعيشوا بحسب الجسد زي الناس ما بتاكل وبتشرب يبقى ستموتون، لكن بالروح تميتون اعمال الجسد. تقول لي طيب الروح دي اغذيها ازاي؟ عشان كده الانجيل كان بيتكلم عن انا هو خبز الحياه. ال 50 يوم، فتره 50 المقدسه اللي بتتكلم كلهم عن القيامه. النهارده الانجيل بيكلمنا عن خبز الحياه، الغذاء بتاع الناس اللي مش جسديين، الغذاء بتاع الروح. الناس اللي عايزه تغذي الروح يقولوا كده انه تخيلوا كده نسر عايز يرفع مثلا حيوان من الارض، لو النسر ضعيف مش هيقدر يشيله، مش هيقدر يطلع بيه. لو الحيوان اتقل مش هيقدر يطلعه. الا مساله تتوقف، انا بغذي مين؟ بغذي النسر ولا بغذي الحيوان؟ لو انا الانسان بيغذي الجسد يتقل. شوفوا كده الواحد لما ياكل لقمه تقيله ولا وجبه تقيله، قاعد مش قادر يقوم، مش كده؟ يقول لك الدم مش عارف راح للمعده فده حتى ببساطه شديده يعني.
فما بال انه الانسان يبقى كل اهتمامه لامور الجسد وللدنيا دي للدنيا دي، لكن ولاد ربنا لا يطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. الخبز اللي احنا هناخده والجسد ربنا ودمه اللي احنا هناخده اللي بيتكلم عنه الانجيل النهارده ده بتاع الروح، ده بتاع السماء، ده اكل السماء، بس ما بيشتغلش اوتوماتيك، مش تاخده وتروح على السماء، مش ما بيشتغلش كده، ما فيش حاجه في كده، ما فيش نعمه بتشتغل كده، بتشتغل باستعداد، استنى واطلب ولا رب اديني فعلا اشوف الكلام ده، الكلام اللي انا بقوله ده انا ما اقدرش اقول لي مختبره عشان ما بضحكش عليه، ولكن اقول اني بقول يا رب اديني. واحنا كلنا ننمو في الروح، زي ما اتقال ان المسيح كان ينمو في النعمه والقامه امام الله وجميع الناس. هو ده اللي احنا محتاجينه، بس ده بجد، مش كلام، مش انفعالات، مش مبالغه، مش تصوير، مش مجاز، مش معنوي، مش حاجه معنويه، لكن حقيقه. ما احنا مش بنحيا في كلام يعني مجرد مبالغات، ولكن احنا ده الحق، الحق الحق. اقول لكم لإلهنا كل مجد وكرامه دائما.